طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نبدأ النشرة بأبرز العناوين. صدور قرار جمهوري بشأن تعيين رئيس ونواب لجامعة لحج. رئيس الوزراء يناقش مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في بلادنا. ميليشيا الحوثي الإرهابية تعدم 9 مواطنين أبرياء من أبناء الحديدة، بينهم طفل، بتهمة قتل الهالك الصماد. من العناوين إلى التفاصيل، السلام عليكم. صدر القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2021 بشأن تعيين رئيس ونواب لجامعة لحج. قضت المادة الأولى منه بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد مهدي فضيل رئيسا لجامعة لحج، وقضت المادة الثانية بتعيين الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد الصبيحي نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. كما قضت المادة الثالثة بتعيين الأستاذ الدكتور عبد الله محمد أحمد نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. وقضت المادة الرابعة بتعيين المهندس الدكتور وائل مصطفى علي محمد نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، فيما قضت المادة الخامسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل محافظة أبيان المناضل محمد ناصر الجحماء، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. وأشار نائب الرئيس في البرقية التي بعثها لأولاد الفقيد إلى مناقبه وأدواره النضالية والوطنية وإسهاماته الاجتماعية المختلفة. عبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي. جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل العمل الإغاثي والتنموي وتحديد المشاريع ذات الأولوية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها والعوائق المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي لعرقلتها ونهبها، إضافة إلى أوضاع النازحين في مأرب مع تصاعد الهجمات الحوثية واستهداف مخيماتهم. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع وضع النازحين في مأرب جراء الاستهداف المتكرر والهجمات الإرهابية الحوثية ضد مخيماتهم، وما نجم عن ذلك من مضاعفة الأزمة الإنسانية وأهمية تخصيص الأمم المتحدة مزيد من الموارد لمساندة هذه الجهود لتوفير الإيواء والإغاثة العاجلة لهم، مثمناً الجهود التي يبذلها منسق الشؤون الإنسانية وفريقه العامل والتعاون والتنسيق مع الحكومة في مختلف الأنشطة والأعمال المنفذة. ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى أن المدخل لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن هو استقرار الوضع الاقتصادي، ما يحتم العمل بكل الوسائل لتنمية الإيرادات المحلية ودعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق الجمهورية دون استثناء، واستعدادها لبحث كل الوسائل الممكنة لتمكين المنظمات الأممية والدولية من القيام بأعمالها، مشدداً على عدم التهاون في حرف المساعدات الإنسانية عن مسارها وضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه أي خلل. ودعا رئيس الوزراء شركاء اليمن بالتنسيق مع الحكومة إلى تخصيص جزء من التعهدات في مشاريع اقتصادية توفر الأعمال للمواطنين وتحرك مناخ الأعمال التجارية، مشيراً إلى جريمة ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء المخ التجاري في استهداف للعمل التجاري والإغاثي والإنساني، وأهمية وجود موقف من الأمم المتحدة حيال هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة ضد المنشأة الحيوية المدنية،
بدوره أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن إدراكهم لأهمية الاستقرار الاقتصادي وتماسك مؤسسات الدولة واستعدادهم للعمل من أجل رفع كفاءة المؤسسات المحلية والمركزية، منوها بروح التعاون مع الحكومة في مختلف المجالات ومعالجة التعقيدات التي تصاحب الأعمال الإنسانية. قالت هيئة رئاسة مجلس النواب إن جريمة إعدام المواطنين التسعة تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الإنقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كبش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم. وأضاف في البيان أن جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسييس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي. وجاء في البيان: لقد كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لا سيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية ويجب أن تلامس ضمير العالم وكل من لا زال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام. إن هيئة رئاسة المجلس وهي تناشد ضمير العالم ومنظماته المعنية أن تعمل على إنقاذ الشعب اليمني من هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش، وتقتل الأبرياء بدون مبرر، وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، وتصر على استمرار إرهاب المجتمع اليمني وتستمر في ممارساتها. إنها تؤكد بأنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، فعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها، والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية. أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة فيما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة، وذلك بعد أن قامت الميليشيا بإعدام 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء في جريمة إرهابية جديدة. وشدد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا الإنقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية. وفي السياق ذاته دعا البرلمان العربي كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الإنقلابية. أعدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية بميدان التحرير بصنعاء 9 مواطنين بينهم طفل بعد أن لفقت لهم تهمة الاشتراك بقتل الهالك صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للميليشيات، والذي لقي مصرعه إثر غارة جوية لطيران التحالف في إبريل 2018 بمدينة الحديدة. وبحسب أقارب المواطنين الذين تم إعدامهم فقد حرموا من أدنى مقومات العدالة وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري، وأجريت لهم محاكمات صورية شكلية حرموا خلالها من الدفاع عن أنفسهم، كما حرمت أسرهم من حق الزيارة. هذا وقد لاقت جريمة الإعدام البشعة إدانات واسعة واستنكارا شديدا من قبل العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وتفاعلا واستياء واسعا من قبل الحقوقيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. الجدير ذكره أن المواطنين الذين قامت الميليشيات بإعدامهم معظمهم من أبناء مديريتي القناوص والزهرة بمحافظة الحديدة، وهم عبد الملك أحمد محمد حميد ومحمد خالد علي هيج ومحمد إبراهيم علي القوزي ومحمد يحيى محمد نوح وإبراهيم محمد عبد الله عاقل ومحمد علي المشخري ومعاذ عبد الرحمن عبد الله عباس وعلي إبراهيم القوزي والطفل عبد العزيز علي محمد الأسود، فيما سبق وأن توفي المواطن علي كزابة جراء التعذيب الشديد الذي لاقاه داخل السجن.
جريمة جديدة ارتكبتها اليوم ميليشيا السلالة والكهنوت الإمامية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، وهي تقوم بإعدام 9 مدنيين بزعم ضلوعهم في مقتل الصريع الهالك صالح الصماد. حكم الميليشيا الإرهابية الذي تم تنفيذه اليوم بحق الأبرياء المغدورين من أبناء تهامة يفتقد للحد الأدنى من شروط المحاكمات والمتطلبات الدولية. هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأبرياء لا لشيء سوى أنها تشبع رغبتها في القتل والدم، وهي نفس التجربة المستنسخة والواضحة لما يقوم به المد الصفوي الإيراني في العراق والشام. بهذه الطريقة التي أعدم فيها أبناء تهامة خارج القانون يعود إلى الأذهان ما كان يقوم به سيف الإمامة الذي لا يتوقف عن مصادرة حياة أجدادنا في الميادين والساحات العامة. لقد أعدموهم في شهر اليمنيين المقدس سبتمبر، وهذا النهج واضحة فيه البصمات الإيرانية. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي. وجهت حكومة بلادنا خطابا إلى مجلس الأمن الدولي حول الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بمهاجمتها ميناء المخا. وقالت الحكومة في الخطاب الذي سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي لمجلس الأمن أن الهجوم الحوثي نفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيدا لاستئناف استقبال البضائع التجارية وكذا المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين. وأضاف الخطاب أن ذلك ما هو إلا مثال آخر على استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية بانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الهجوم وقع في الوقت الذي كان فيه وفد حكومي من وزارة النقل يزور الميناء لمراقبة عملياته، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيا الحوثية أعضاء الحكومة اليمنية، وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن في تحميل الحوثيين مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن الدولي في 30 من ديسمبر 2020 وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة للمحاسبة، مشددا على دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لإدانة جرائم الميليشيا الحوثية وإحالة مرتكبيها للمحاسبة. جدد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة دق ناقوس الخطر من مخاطر كارثة وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر التي تحوي أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام والراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران دون أي صيانة منذ 7 أعوام. وحمل معمر الإرياني ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن الأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة جراء استمرارها في وضع العقبات والعراقيل أمام وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة واستخدام الميليشيات هذه الناقلة أداة للضغط والابتزاز والمساومة وتحقيق مكاسب سياسية ومادية. وصارب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالتحذيرات التي أطلقتها مراكز أبحاث وخبراء من تآكل هيكل الناقلة ومحركاتها وظهور بقع نفط حولها وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال تعنت ميليشيا الحوثي واستمرارها في التعطيل والمماطلة. وتساءل هل سيستمر هذا التخاذل الدولي حتى وقوع الكارثة؟ ودعا الإرياني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمشاطئة للبحر الأحمر لإدراك حجم ومخاطر الكارثة والتحرك الجماعي والفوري لتلافي وقوعها وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي التي أثبتت عدم اكتراثها بالنتائج التي سيدفع ثمنها ملايين اليمنيين والمدنيين في المنطقة وستلقي بتبعاتها على البشرية جمعاء. ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في العاصمة السعودية الرياض مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن دايف جيرسلي جهود مواجهة تحديات دعم العمل الإنساني والتوجهات المستقبلية في رفع كفاءة أداء المساعدات الإنسانية والتحول نحو البرامج التنموية. كما تطرق اللقاء إلى آليات انتهاج المنظمات الدولية والوكالات الأخرى تحد من السلبيات التي
ظهرت أثناء الفترة الماضية، وبما يرفع من كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمساعدات التنموية والإغاثية وإعطاء اهتمام أكبر للجوانب التنموية، وبما يحقق العدالة بينها المحتاجين للمساعدات. وأكد الدكتور باذيب أن حشد أي موارد جديدة لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية والمساعدات سوف يعتمد على اعتماد منهجية جديدة وتقديم دعم مستدام وتعافي اقتصادي يتوافق مع متطلبات الشعب في دعم استقرار العملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن. وشدد على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية في تقييم ومراقبة ورصد ورفع تقارير أداء جميع البرامج الإنسانية مع شركاء المصلحة. ومن جهته شكر منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم الجهود التي تبذلها الوزارة بقيادة وزير التخطيط والتعاون الدولي في تسهيل عمل المنظمات على الأرض وتنسيق تسريع إجراءات اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات الفرعية للمشاريع والبرامج الإنسانية مع الوزارات والمحافظات المستفيدة، منوها بتوجه الوزارة نحو اعتماد آليات إلكترونية حديثة لتقديم خدمات لتسهيل عمل المنظمات من خلال نظام النافذة الواحدة. زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ومعه اللواء راشد عتيق مستشار وزير الدفاع، زار أبطال المنطقة العسكرية السادسة واطلع على أوضاعهم وما يسطرونه من بطولات في سبيل استعادة الدولة والجمهورية. ونقل رئيس هيئة الأركان إلى الضباط والصف والجنود تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبد الرب منصور هادي، مثمنا التضحيات الكبيرة والبطولات التي يسجلها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، مؤكدا حرص القيادة واهتمامها بأوضاع المقاتلين وتقديم الاحتياجات التي تتطلبها المعركة. وخلال الزيارة عقد رئيس الأركان اجتماعا بقيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية التابعة لها، مقدما التهنئة لقيادة المنطقة ومنتسبيها بقدوم العيد 59 لثورة 26 من سبتمبر المجيد، داعيا اليمنيين إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة باعتبارها واجبا وطنيا على كل مواطن يمني حر وترسيخها كثقافة وطنية أصيلة. واستمع رئيس الأركان من قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف إلى شرح مفصل عن سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات وما يحققه الأبطال من انتصارات في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها. أعلن الجيش الوطني مصرع وإصابة عشرات المسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات بمحافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت معارك شرسة ضد مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت الهجوم على مواقعها في جبهة ناطع، مؤكدا كسر أبطال الجيش والمقاومة لهجوم الميليشيا وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تكبيدهم خسائر في العتاد العسكري. قتل 4 من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية وأصيب آخرون خلال صد هجمات متزامنة شنتها الميليشيات في جبهات حيس والتحيتة والجبلية جنوب الحديدة ضمن خروقات الميليشيات المتصاعدة لاتفاق ستوكهولم. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن الميليشيات التابعة لإيران هاجمت مدينتي حيس والتحيتة ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتة مستخدمة مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وغطاء ناريا كثيفا بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة طالت منازل المواطنين في أطراف المناطق المستهدفة. وأشارت المصادر إلى أن الوحدات المرابطة في حيس والتحيتة والجبلية كانت على أتم اليقظة والجاهزية وخاضت اشتباكات عنيفة انتهت بتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة. شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية بين مديرية مرخة ومحافظة البيضاء كانت في طريقها إلى حدود محافظة شبوة. وشملت الأهداف المدمرة الطقم عسكرية وتجمعات لعناصر الميليشيا الإرهابية، وأسفرت الغارات عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا الموالية لإيران. تشارك بلادنا في معرض إكسبو دبي 2020 الذي تنظمه الإمارات على مدى 6 أشهر بدءا من أكتوبر 2021 وحتى 30 من مارس 2022.
ووفقا للدكتورة مناهل ثابت التي تعمل منذ 4 سنوات كمتطوعة في منصب نائب المفوض العام لجناح إكسبو والتنفيذي لخطط ومحاور المشاركة اليمنية في المعرض، فإنه يجري حاليا استكمال ما تبقى من تجهيزات وتحضيرات نهائية متعلقة بجناح اليمن في المعرض إكسبو 2020 من خلال استرجاع ما تم خلال السنوات الماضية وخاصة ما يتعلق منها بمرئيات التنمية المستدامة استنادا إلى تقاليد التاريخ والحضارات القديمة واستشرافا للمستقبل الواعد. وأوضحت أنه تم الاتفاق على شعار أحفاد سبأ عنوانا للجناح وتأكيدا على القيم المستقبلية التي تتبناها هذه الرؤية التي ينطوي عليها الشعار، حيث قدم أسلافنا الكثير من الشواهد والمشاهد الدالة على صلتهم العميقة بقوانين الطبيعة وميزاتها النسبية وحوافزها التنموية القائمة على فن تدوير القيم المادية والروحية، مما هو معروف ومشهود في الصهاريج الطويلة بعدن وشواهق المنازل الطينية في شبام حضرموت وفن الترشيد واستخدام المياه في المدرجات الزراعية الجبلية وأنظمة الري العتيدة التي امتدت على آلاف الكيلومترات في وديان اليمن التاريخية الخصيبة وفنون التعامل مع الاقتصاديات البحرية وغيرها من الشواهد. أما الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. أعزائي المشاهدين، في نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز عناوينها. صدور قرار جمهوري بشأن تعيين رئيس ونواب لجامعة الأحج. رئيس الوزراء يناقش مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في بلادنا.
ميليشيا الحوثي الإرهابية تعدم 9 مواطنين أبرياء من أبناء الحديدة، بينهم طفل بتهمة قتل الهالك الصماد. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، في أمان الله، إلى اللقاء.